بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الأنفاس الرمضانية على قناة أنفاس بريس، وجوابا على السؤال ديال العطر والتزيين في شهر رمضان. نقول أولا هذه الأمور يجب أن نفرق فيها بين الرجال والنساء. بالنسبة للرجل ما عندوش إشكال، يجوز له العطر داخل البيت وخارجه، ويجوز له التزيين بما شاء من الثياب يعني داخل البيت وخارجه، لأن اللي كيشكل الفتنة يعني أو كيفتن النظر هما النساء اللواتي يعني يقمن بالعطر، ويعني أنواع التزيين وأنواع التجميل التي تفتن الناس وتفتن قلوب الرجال، كما قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهنا هذا الأمر ما متعلقش برمضان في حد ذاته، ولكن متعلق بالحكم، وهذا الحكم هو خارج رمضان وداخل رمضان، بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تتعطر خارج البيت، لأنها بذلك العطر تفتن الناس وتجلب الأنظار إليها. وهذه المسألة ما متعلقاش غير برمضان، تعلقها في رمضان وخارج رمضان. كذلك التزيين، الله تعالى قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بمعنى التبرج وهو إبداء الزينة لغير المحارم، إبداء الزينة وإظهار الجمال وأنواع الجمال لغير الزوج والمحرم. فهذا الأمر هذا ينبغي تجنبه سواء في رمضان أو خارج رمضان. وبالتالي فهنا لما كنتكلموا على هذا السؤال تنتكلموا عليه عامة، فبالنسبة للرجال لا إشكال العطر ولا إشكال يعني في مسائل الملابس، أو طبعا مع مراعاة أن الرجل حتى هو في الملابس ديالو وفي التجميل ديالو لا يتشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. كتلقى بعض الناس الآن إلى شتيه كتقول كأنه يتشبه بالنساء في شكلهن، وهذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم. المسألة الأخيرة وهي أن هذه المسائل إذا درتها المرأة لزوجها أو لأهل بيتها ومحارمها فلا بأس، يعني أن الريحة داخل البيت وكذلك مواد التجميل داخل البيت التي لا تفتن بها الناس فلا بأس، لا بأس بذلك. خلاصة القول هو أن هذا الحكم لا يتعلق برمضان، وإنما يتعلق برمضان وغيره، فيجتهد المسلم فيما يرضي الله تعالى داخل رمضان وخارجه، وكذلك المسلمة تسأل عن دينها وتبحث عما يرضي ربها سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.